ننشئ مثال الآن لتوظيف الكاست الخارجي، ومن ثم متابعة ملاحظة مهمة. نقوم بعمل ملف جديد ونضع به بعض الأعضاء الداخلية، ثم نقوم بتوصيفها على الشاشة، ثم نقوم بتحديد أو بإنشاء كاست خارجي مرتبط بهذه الموفي ونسميه باسم تيست، ثم نستورد به أعضاء ونستخدمها على شاشة العرض، ونقوم بنفس التجربة في ملف دايركتور جديد، ونربط الكاست الخارجي لنلاحظ التالي: عند تغيير موقع عضو على حاوية الأعضاء من النوع الخارجي، فإن البرنامج يقوم بإعلامك عند فتح ملف آخر متصل بها بأنه قد حدث تغير في موقع الأعضاء المرتبطة بهذا الملف، وسؤالك عن الرغبة في إعادة ضبط المواقع الجديدة للأعضاء التي تغيرت مواقعها بالنسبة للملف الحالي وبالنسبة لكل الملفات المرتبطة بهذه الحاوية، ويمكن الإجابة بأوكي فور أول أو أوكي أو نو دو نوت أدجست. عند الإجابة بوكي أو adjust for this movie، فإنه يقوم بضبط المواقع الجديدة للأعضاء في هذا الملف، وعند الإجابة ب adjust for all movies يقوم بضبط المواقع الجديدة للأعضاء في كل الملفات المرتبطة بنفس الكاست، وعند الإجابة بدو نوت أدجاست فإنه لا يقوم بعمل ضبط من أساسه. أيضا عند التعديل في عضو في الكاست الخارجي، فإن التعديل يظهر في كل الملفات.